صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا علي. ايه ده؟ سلام قولا من رب الرحيم. انت عامله كده ليه يا انجي؟ بتقول حاجه يا علي؟ لا ابدا. عمر نام؟ فضل مصحيني طول الليل. وطبعا انت ولا انت هنا، شخيرك جايب اخر الشارع. ولما قلت خلاص مفيش فايده انا هقوم بقى مفيش نوم، اداني زومبا هو ونام. وانت شكله متعب، هيطلع لمين يعني؟ لو طلع لي يبقى برنس. يا خبر ابيض يا علي، بص ده لو طلع لك بص الدنيا ممكن تولع. تقصدي ايه؟ لا هتولع من الحراره، من الحلاوه. ايه ده؟ مامي بص الحته بقت عامله ازاي؟ فاتت ايه بس يا صالي وانا شايفه قدامي؟ مامي اهي اهي اهي. اه ما انا عارفه. صحيح يا علي الحيطه دي بقى شكلها وحش قوي، لازم نعملها بقى. خلاص يبقى محتاجين نقاش، وبالمره نجدد الشقه كلها. نقاش انت تاني يا علي؟ انت نسيت اخر مره جبنا فيها نقاشين عملوا فينا ايه؟ ايوه يا مامي دي كانت بهدله قوي. وكمان قبل ما نكبر الريسبشن وناخد جزء من الشقه اللي جنبنا. مش انت اللي كنت جايبه النقاش ده يا انجي؟ لا يا علي مش انا اللي كنت جايبه النقاش، دي كانت كاميليا. وبعدين بصراحة أنا لو استنيتك تعمل أي حاجة مفيش أي حاجة في البيت ده هتتعب. إنجي في حاجة؟ آه مفيش حاجة هتتعمل لو أنت ما جبتش النقاشين. مفيش حاجة هتتعمل يا علي. آه بصراحة أنا فضلت دايخة على النقاشين، دوخت والله العظيم. ايوه جايه. صباح الخير يا استاذه. صباح النور، اي خدمه؟ محسوبك سعيد بازوكا نقاش، متعرف مدام كاميليا. اه اهلا وسهلا، اهلا بريحه الحبايب. معلش ما تاخذنيش، الدنيا مدربكه عندي خالص وبهدلت مع العمال. اتفضل يا اسطى. حضرتك قلت لي اسمك ايه تاني؟ سعيد بازوكا. اه اتفضل يا استباروكا. بازوكا يا مدام، بازوكا. اه لو تحب امشي واجي وقت تاني عادي يعني. لا تمشي ايه؟ معقوله ده احنا ما صدقنا معقوله اللي زي حضرتك انقرضوا من زمان يعني جاي بدري وعايز تشتغل. اتفضل يا استباروكا اتفضل. بازوكا يا مدام. ما تاخذنيش معلش، انا اسفه قوي. انا اسفه. ما شاء الله انتوا كمان بتجيبوا طلبات الشغل معاكم. امال يا مدام، انا احب اريح الزبون. انا استفاد ايه يعني لما كل شويه ابعتك تشتري لي حاجه من الشارع؟ اه لا طبعا مش هتستفاد اي حاجه. وبعدين عايزه اقول لك انا اتبهدلت الفتره اللي فاتت، رايح جاي مشاوير، مش عايزه اقول لك ايش، جبس ابيض وجبس اسود وغيره ورله وفرشه، اتبهدلت. بس انتوا جمال قوي، جمال خالص. ربنا يكفيك شر المرض ده، انت اللي زي القمر. بتقول حاجة يا استباروكا؟ لا ده أنا بكلم الواد تربو. تربو؟ ما شاء الله ما شاء الله، يا رب اجعل اسمه على مسمى يا رب. أنت مش قلت مش هتعاكسني تاني يا اسطى؟ ده اسكت الواد. هو بيرد على حضرتك مع الجملة اللي قلتها قبل كده، هو تعبان ولا حاجة؟ لا هو بس مأخر 6 ثواني، فهمه بطيء شوية. جات لك 6 ثواني بسيطة، ده في ناس عندها جات لك 6 شهور. جات لك مع اني مش فاهمها بس. طيب حضرتك هتحتاج أي حاجة تانية يا اسطى باروكا؟ باروكا إيه بقى؟ بازوكا يا مدام، بازوكا. على فكرة الفرق بينهم هما الاتنين هي نقطة بس، تحط على الري هتبقى بازوكا. صح عشان احنا لسه بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. لا ما تأخذنيش والله معلش. بسم الله ما شاء الله عليك، مثقف كمان. طيب مش هتحتاج أي حاجة تانية مني؟ أولا العفش ده كله لازم يخرج بره. تسلمين نضيف أسلمك نضيف. ماشي يا معلم، والتسليم هيبقى فين إن شاء الله؟ النهاردة إن شاء الله بالليل. تتكلم بجد؟ هتسلمني النهارده؟ النهارده مدام عيب، بازوكا كلمته واحده، مدام قلتلك النهارده يبقى النهارده. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. بازوكا وتربو انا متفائله.
معلش مؤخر ست ثواني. معلش يا سمير اصبر شويه يا حبيبي. ايه اصبر على ايه؟ احنا كملنا احنا. معلش. صباح الخير. صباح الخير يا بشوية. على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه بس كان لازم انت تاخدي رايي قولي لي بدل ما تتصرفي لوحدك. معلش يا سمورتي يا حبيبي انت عارف برضو جيران لبعضها، وبعدين ده علي وانجي. ايوه علي وانجي، بس يعني الموضوع ده هيطول. لا لا ان شاء الله. المهم يا حبيبي تصبر كده ونستحملهم شويه. صباح الخير يا جوجو. صباح. انا هنا انا هنا يا حبيبي انا هنا انا هنا يا حبيبي. ازيك يا سمورة؟ ايه وش القمر اللي على الصبح ده؟ صباح الفل. صباح النور. انت بنفسك اللي شايله ظهرك يا ماما وغضروف. هعمل ايه بس يا سمورة؟ اعمل ايه؟ مفيش حد يساعدك. طب فين جوزك؟ جوزي جوزي في الشغل ولا على دماغه خالص، بس انا عايز اخلص بصراحه. اهلا فيكوا شر القاعدين. اهلا يا مغاوري اتفضل اتفضل. بقى ما نشيل لك يا دكتور سمير. ايه نشيلك؟ نشيل لك انت واهلك. قصدي نشيل لك العفش ونودب لك الشقه يا دكتور. الملافس حلوه. اتفضل خش. اروح فين؟ في الاخر في الاخر بتزعق ليه؟ صايب انجيل ده مو. يلا 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 خدوا خدوا وشيلوا خدوا وشيلوا خدوا وشيلوا. سامعاك يا مغاوري ما تبرطمش. صايب انجيل ده مو. ايه دي؟ ننكد عليكم. وسع لا ينكد عليك انت. مين اللي مزعل اهلك؟ انا مش فاهمه. بلاش نزعله، معلش بيساعدني بيساعدني. طب يا حبيبتي اشيلك انا؟ لا يا حبيبي كتر خيرك اشيلها. خايفه قوي خايفه خايفه على العفش ان هو يتبهدل بصراحه. معلش قولي بس احط فين؟ والله معلش احط فين بس لحسن انا مش شايفه حاجه. اه اه انا اسفه قوي يا جوجو والله العظيم اسفه. انا مش قصدي اكسر لك البازه والله. لا 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 ولا يهمك. ودي اصلا مش بازه، دي انبوبه التحليل بتاعت سمير. واللي جابها هنا؟ ما اصل انا مستنيه الراجل بتاع المختبر. دخلت الحمام امبارح ما لقيتهاش، غرقت الحمام. ده كلام؟ طب هي كانت مليانه؟ يا ايه؟ انا اسفه ضيعت مجهودك. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ ساحة شعبية بتلعب باسكت عمال تحدفها كده. في ايه؟ معلش. في ايه؟ انا عايز افهم يعني. معلش معلش. ايه بتبصلي كده ليه؟ بالراحة. انا عايز افهم بتبصلي كده ليه؟ ارمي بس بالراحة. يا خبر ابيض. اتفضل يا اسطى. تسلم ايديكي. فطار انتركونتيننتال زي ما حضرتك طلبت ومعاه 2 شاي في الخمسينة بألف هنا وشفا. تسلم ايديك. الله يخليك. انا عارفه ان انا تعبتك معايا ونقلنا العفش وضعه ساعتين ثلاثه كده. هو حضرتك لسه عند كلمتك وهتسلمني الشقه النهارده؟ مدام بازوكا قال لك النهارده يبقى النهارده. مش عارفه ليه حاسه انه حاجه مستحيله، بس مش عارفه اقول لك ايه. الحقيقه حضرتك فينومينا. فين؟ لا 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 مش في حته يعني. حضرتك مش عارفه اقول لك ازاي يعني. حضرتك خارج الصندوق اوت اوف ذا بوكس يعني. بص يا اسطى بازوكا انت ما حصلتش. وانت كمان ما حصلتش خالص. ربنا يكفيك شر المرض. ربنا يبارك لك يا رب. ايه ده؟ لا لا ده ما بيتاكلش يا بابا. في اكل اهو. الاكل جه. معلش فاتحه شقيه بس بيفتح شقيته كده. اه لا اذا كان كده بألف هنا وشفا. عندي شويه نشاره خشب جوه اجيبهم؟ لا خليهم على الغدا. اه لا حاضر من عينيا. بألف هنا وشفا سيبكم براحتكم. اتفضل. شايف الحريم يا تربو؟ مش التوك توك اللي انا قاريها في البيت. واحنا مش هنركب تكاتك يا اسطى. افطر بقى. ماشي. لا فطار ايه؟ كنت ايه؟ كنت مونتو. مونتو؟ خد كل جبنه روما. ايه ما كلتهاش امك؟ يعني امك اللي كلتها. خيار وطماطم جبنه وناس ياكلوني.